أقسم بالله على ذلك. حيدوس النبي. حاضر، أقسم بالله على ذلك. خلف الأدب القانونية وخلف النص القانوني. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون مخلصا لوطني. حاضر، أقسم بالله على ذلك. هذه الدفعة كما قلت المتكونة من 498 طالبا ستؤدي اليمين القانونية والتي بموجبها يكتسبون صفة الضبطية القضائية ويصبح لديهم الصلاحية لممارسة الضبط القضائي والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة خاصة في بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في القانون في قانون العقوبات، وكذلك البحث والتحري عن مرتكبها ما لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.